بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بكم في ربوع المعهد التقني الحويجة. حقيقة المعهد التقني الحويجة تأسس عام 1979، يحتوي على 9 أقسام، وفي الفترة التي قبل فترة داعش كان لدينا 1500 طالب و9 أقسام علمية. بعد فترة نزوح استمرت لأكثر من 6 سنوات، عاد المعهد في إلى ربوع قضاء الحويجة في الشهر 9 من هذا العام، وحاليا نحن نستقبل الطلبة الجدد، ويوجد لدينا أكثر من 1000 طالب في المرحلة الأولى موزعين على مجموعة من الأقسام الإدارية والتكنولوجية والطبية والزراعية، بالإضافة إلى 1000 طالب موجودين في المرحلة الثانية. وحقيقة عمالة المعهد هيئت كل الظروف المناسبة لاستقبال الطلبة، فهناك قسم داخلي للطلبة وقسم داخلي للطالبات، ويحتوي المعهد بالإضافة إلى ذلك إلى مجموعة من المرافق المهيئة لخدمة الطلبة. وحاليا الوضع الأمني في قضاء الحويجة مستتب، ولم يتعرض قضاء الحويجة إلى أي خرق أمني، وهذه رسالتي إلى كل العوائل ولا كل الطلبة في العراق، أنه الوضع الأمني في قضاء الحويجة جيد جدا وأفضل من كثير من المناطق في العراق، والقوات الأمنية تعمل كل الدور على تعزيز هذا والحفاظ على سلامة المواطنين والطلبة. وأرجو من كل الأخوة الطلبة المقبولين في معهدنا المجيء إلى قضاء الحويجة والتسجيل والدراسة في هذا المعهد الذي له خدمة أكثر من 35 سنة. يحتوي المعهد على 9 أقسام علمية، 5 أقسام تكنولوجية، وقسم طبي واحد، وقسمين إداريين، وقسم زراعي واحد. من المعروف أن التعليم التقني هو يركز على الجانب العملي، فالمعهد حاليا في حاجة إلى عدد من المختبرات والورش اللي كانت موجودة في فترة اللي سبقت سيطرة تنظيم داعش على قضايا الحويجة. والآن مناشدتي إلى الجهات ذات العلاقة إلى تزويد وتقديم الدعم إلى المعهد التقني الحويجة لتوفير المختبرات والأجهزة والورش اللازمة لتدريب الطلبة والملائمة للتعليم التقني الذي هو يعمل على تدريب الطلبة وتزويدهم بكل المهارات الفنية اللازمة واللي محتاجينها في سوق العمل. بالنسبة للطلبة اللي مقبولين في قضاء الحويجة، بالنسبة لطلبة المحافظات فتوجد أقسام داخلية للسكن في قضاء الحويجة للطالبات وللطلاب. بالنسبة للطلبة من سكنة محافظة كركوك فتوجد خطوط لنقل الطلبة من مدينة كركوك إلى قضاء الحويجة، ومن بقية النواحي التابعة لقضاء الحويجة إلى قضاء الحويجة. وقدمت العمادة كل التسهيلات لهذه الشركات النقل لتسهيل مرورهم من خلال السيطرات الأمنية ودخولهم إلى داخل الحرم الجامعي. حقيقة بناية الأقسام الداخلية اللي مخطط أنه يسكن فيها الطلاب هي استلمناها في الشهر 9، وهي مهيئة تماما لاستقبال الطلبة من ناحية الخدمات، حيث تم ربط هذه البناية إلى خط الطوارئ بالإضافة إلى موجود مولد كهربائي. ومن ناحية الوضع الأمني فالوضع مستتب، وتم توفير حراسات حول المعهد لمنع تجنب أي خروقات أمنية. شكري وتقديري إلى كل العاملين في الإعلام على نقل الصورة الإيجابية لقضاء الحويجة ولمعهد الحويجة، الأستاذ الدكتور عمر خليل أحمد عميد المعهد التقني الحويجي.